بشكل كبير يعني هي كدفعه، نعم. ولكن احنا سنلبي قضيه الاستقالات بالدرجه الاولى. الدفعه الثانيه ستكون مع بدايه العام الدراسي بايام معينه، اسبوع 10 ايام، هذا بحيث انه يكون هناك بعض الاستقرار في داخل الميدان لتتضح الصوره، ولكن سنلبي الاحتياجات المهمه الناجمه عن الاستقالات في اسرع وقت ممكن حتى يتم اللي هو انهاء عمليه الشواغر المترتبه على خروج من الميدان.